شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سعيد بمشاركة زملائي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ومن هذه المناسبة نشكر وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالفرع، ويمثلها زميل الشكر موصول لزميلي المهندس عامر المطيري وكافة زملاء في الفرع وفرع المحافظة على هالجهود الجبارة بوجود هذه القافلة التي تخدم المزارعين. فوجود القافلة بين أهالي محافظة القطيف، وهي محافظة بلا شك زراعية تصراح تخدم شرائح المحافظة بكافة مراكزها وبلداتها وخارج كذلك المحافظة، بلا شك أنها قافلة هادفة تهدف الزراعة، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه القوافل في هذه المحافظة لخدمة أهالي المحافظة بشكل عام بإذن الله. نتطلع إن شاء الله أن نشاركهم العام القادم ومناسبات أخرى في مجالات تتعلق بالبيئة والمياه وغيرها من المجالات التي تخدم هذه المحافظة. شكر موصول لكافة المشاركين من الجهات الأمنية والخدمية الأخرى والقطاع الخاص وكافة من يتعلق بهذا القافلة، أقول لهم شكرا جزيلا، وإلى لقاء إن شاء الله في مناسبات قادمة بإذن الله. شكرا لكم جميعا.